الاستعدادات والتجهيزات بقى للموسم الثاني من المهرجان العالمي السنه دي الحقيقه تمت زي ما شفنا على اعلى مستوى، مش بس حفلات وترفيه وفعاليات ثقافيه، لا كمان في خدمات صحيه على ارض الواقع ومستوى مهم جدا على اعلى مستوى هيتم اطلاقها خلال ساعات، وهيطلق الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه والسكان بكره ان شاء الله اشاره البدء لتقديم كافه الخدمات الصحيه من شارع الخدمه الصحيه بمهرجان العالمين لخدمه الحضور ورواد المهرجان. كمان الحقيقه يعني هتقدم منطقه الخدمه الصحيه لوزاره الصحه خدماتها لمنطقه الساحل الشمالي بالكامل من داخل المهرجان بوجود كافه المبادرات الصحيه الرئاسيه. كمان هيتم تقديم خدمات، خلينا نشوفها الاول نتابع ونرجع تاني نتكلم. زي ما شفتوا كده حضراتكم الخدمات اللي بتتقدم، خدمات المبادرة الرئاسية للصحة العامة، ودي بتتضمن مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية مع تكثيف تمركز سيارات الإسعاف، والخدمات اللي هتقدمها القوافل الطبية. بكرة إن شاء الله كمان في مؤتمر صحفي الساعة 3 بالظبط في المنطقة الشاطئية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار طبعا والأستاذ عمرو الفقي، ويعني ولفيف الحقيقه من الساده المسؤولين عن هذه الحمله وهذا المؤتمر الصحفي. شكرا وقيادة طبعا مهرجان الوزارة لانه اهتمام بالصحه حتى في الساحل ده مهم جدا طبعا. كان في سنين طويله بيبقى عندنا مشكله لو حد تعب او عشان يجري لمستشفى مستشفى او اتنين موجودين في الساحل، حقيقه دي خدمات بتقدم للجمهور كله في كل مكان والساحل كله مش بس في العالمين. فدي فكره رائعه جدا جدا من منظمي المهرجان والوزاره طبعا.